عسلامة ومرحبا بكم الناس كل اللي قاعدين يتفرجوا فينا في ميكرو ديكالي على قناة الزيتون هبطا من الشارع التونسي. وصلناهم سؤال مهم اللي هو الفاكسان وما أدراك ما الفاكسان اللي هو الموضوع الرايج ليامات هذوما واللي قاعدين الناس الكل تحكي عليه، فما برشا عباد تحب تلقح فما برشا عباد ما تحبش تلقح. على هذاك قررنا باش نسأل المواطن التونسي، أنت بور وإلا لا؟ هذا باش نعرفوه بعضنا من المواطن التونسي في الشارع التونسي، تابعونا. نحبوا نعرفوا فاكسان تولى؟ لا. علاش؟ سامحني انا وقت اللي نتصل بعباد عايشه في فرنسا مش عايشه في تونس ويقول لك لو نومبر دو دي سي اوغمونتي ابري فاكسيناسيون، مازلت انت تخمم باش فاكسيني لنا في بلادنا؟ جاوبني على السؤال. جاوبني انت علاش بالضبط؟ شنو اللي علاش؟ اني باي في كاس شوف تولي شوف فما ما عندك ثقه في اسمعني في الصحه في تونس؟ لا لا مش في الصحه، في العالم كله. اكبر دكتور في فرنسا جاء عمل تصريح، والله المعلومه هذه ماذا بيك تعديها عايش خويا. شوف أكبر دكتور في فرنسا اش قال؟ قال احنا نبيعوا للبشرية في أدوية للتسكين، ما فماش أدوية للعلاج. علاش ما تقريوش في الطب توا تقريو العباد كيفاش يخترعوا أدوية اللي تداوي البشرية؟ الأدوية الكل هي مسكنات، المرض غادي موجود. واحنا توا بون سامحني الفاكسان هذا اللي باش نعملوه توا اشنية التطورات نتاعو بعد 10 سنوات على البشرية؟ يجم هو بيدو يكون سبب بشكل عباد الكل تموت. وعطيتها ماكش ناوي تفاكس؟ لا 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 ابسولو مو با، الحمد لله. اسمع شوف الامينيتي اللي عطاها لي ربي سبحانه وتعالى انا نعمل عليها نستحفظ على روحي. عندي واحد صاحبي انا هنا حل جراج يخدم وكل شيء وجاي فاكسان باهي قال لك من تكساس. شنو هي تريبليكس؟ تريبليكس هذه جديده. قال لك شنو هي تريبليكس هذه؟ قال لك مؤثرات حكايه فارغه جوست تنقص في السمع من بعد 10 سنين الحكايه فارغه. وعلى في كاس ب 40 دينار قال لك الحكايه فارغه. حكايه فارغه ماشي حكايه فلوس. سوم القرو يبيع ما تحسبهاش فلوس. شنو سوم القرو؟ سوم ديتاي. تكشاش 10 سنين شويه. لا سامحني علاش نعيش 10 سنين؟ نعيش 5 سنين وانا لاباس خير من نعيش 10 سنين متعذب. ما عملتش فاكسان. علاش؟ بالنسبه للفاكسان شوف هذا مبدئيا الحمد لله حياتي كامله منظم وتشوف حتى كمان معايا فهمني ديجا غدرتني باش ما نلبسهاش فهمني. هذا وباء جديد وما نعرفوش عليه فهمني، ما نعرفوش التركيبه نتاعو، ما جربناهوش قبل بينيسيلين ونعرفوا الادويه قبل ونعرفوا لي فاكسان قبل شنو المخالفات نتاعو. هذا جديد ما تنجمش تعرف عليه وما ثماش حتى حاجات صحيحه يقولوا فيها. راه ثم ناس غلطوا وثم ناس يقول لك كذا وثم ناس يقول لك هاو جاي نتاع الهند مش تضرب في العين، واذا كان ضربت في العين لازم تنحي العين وتنحي الشدق اللي صار البقل مش تضربك فيها. معناتها ثم برشا حاجه معناتها خايف انت تعمل فاكسان؟ انا خايف من الفاكسان، انا عندي تونسيون وعندي برشا حاجات وقاعد انا تو جاي من باردو فهمني على ساقي فهمت تصور باش نحرق الدم وباش نمشي ما نحبش نركب ما نحبش كذا وما نحبش نحتك بالعباد اصلا فهمني. قاعد منظم وقاعد كذا وقاعد نصلي وقاعد تباعد في الجامع وثم وبرشا حاجات فهمني قاعد صاير وقاعد حافظ صحتي. انا حاجه نهتم بها اكثر هي الصحه. عملت فاكسان ولا ما قايدته مازالوا ما قايد ما عيطوليش ما عملناش ميساج. انت مع الفاكسان؟ اي ولا معاه بالطبيعه تو في ربي تو في عمري انا كيما هكايا واحد يلزم يلقح فهمت كيفاش تو بالنسبه للصغير انسان ما يهموش عادي نورمال كيف كنتي تو. اما الناس واحد كيما انا تو مثلا عنده امراض مزمنه يلزم على الاقل فهمتي. مفيد قيدت؟ نعم مفيد قيدت. قيدت لي قيدت بنتي حدتني في الواحد فهمت. عملت فاكسان ولا لا؟ ان شاء الله على قريب. قيدت؟ نيوي قيدت. انا قيدت كنت متخوف، كنت من العبيد اللي اما مع الوقت بديت الطمأنينة فهمتني. كيف جاتك الطمأنينة؟ الطمأنينة وقت اللي ريت الإقبال وريت الكبارنا مقبلين والمسؤولين بتاعنا زادة قاعدين يبعثوا في رسائل إيجابية فهمتني. فأنا قلت الواحد يعمل فاكسان خير من اللي ما يعملش، والعلم تطور وصلوا 5 يظهر لي توا كيكا ولا 6 فهمتني. يعني الإنسانية بخير إن شاء الله. الفاكسان معاه ولا ضد الفاكسان؟ معاه. تمشي تفاكسن أنت إن شاء الله؟ لا. عليه؟ قلتي معاه بعد قلتي ليه ما فهمت شيء أنا. إيه مع الفاكسان ما مش لي أنا يعني. تخممش باش فاكسن؟ نخمم ما تشوم الكبار ما لقاوش نلقانا. بالله؟ أنت مع الفاكسان؟ إيه كونتر على خاطر ديجا برشا عباد ضرت منها الفاكسان. أنا كونتر على الآخر. شوما كيفاش ضروا منها؟ فما اللي تجي جلطه، فما اللي ظهروا مع شي نجم يقف بيه، فما برشا عباد تضر من الفاكسان. انا كونتر الفاكسان. هذه الموجات الايجابيه هاي اللي تعطيك الموجات الايجابيه. انا كونتر. فما عباد تلقاهم بالحق عملوا فاكسان، انا الحق كونتر وما نتصورش روحي نعمل. امك ولا ابوك تبعثهم الفاكسان ولا؟ لا لا امبوسيبل. لا
لا امي لا ابويا لا حميتي لا حمويا، الناس الكل ننصحكم خاطر كل انسان هو كفي شراها. انا بار اكسبيريونس الفاكسان لا بار اكسبيريونس علق حتى 24 مره مش انا بار اكسبيريونس على العباد اللي نعرفهم معناها لا. عملت فاكسان ولا مازلت ولا انت مع الفاكسان؟ نقنع في امي تو خلي انا معناتها انت مع الفاكسان؟ معاه طبعا، اي طبعا معاه، كون الناس تلقح ويلزم ضروره خاطر الجاي هذه راهي كارثه معناها. برشا عباد ما عندهم ثقه في الفاكسان تو قال لك ما نمشيوش. ما وخاطر الناس تسمع تحكي لبعضها، وثم شكون لقح ومات وثم كذا، خاطر ثم عباد يمكن مناعتها ضعيفه برشا، ثم اللي عندهم امراض اخرى، ثم ولو انه التلقيح راهو سنوات وسنوات باش يجربوا ويثبتوا ويشوفوا، انما الله غالب ساعات للضروره احكام وبرا، اما التلقيح ضروره. خلينا ديما نشوفوك، خلينا ديما في الابداعات نتاعك، خلينا ديما في الفن، خاطر المسرح هو الاساس. اكيد خاطر تبدا مبني على المسرح الثقافة تقوم على الفكر، تقوم على تكوين الناس، تقوم على خلق مواطنين حقيقيين بالحق تنجم تستشرف بهم مستقبل وتعمل عليهم، تنقذ بلاد، ترمم الجراح. ضرورة الثقافة. اعطني مسرحا اعطيك شعبا عظيما، مش كلمة وتتقال.